السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله تكونكم في حال وأتمنى لكم كل الخير. كيف حالكم؟ أخباركم؟ من زمان عندكم والله. كيف حالك يا الحمد أخبارك؟ لله رب إن شاء الله العالمين، بخير؟ الحمد لله. طيب اليوم يوم إيش؟ تعرف؟ اليوم ما تعرف؟ اليوم يوم اليوم الوطن إيه اليوم؟ سعودي، إيه؟ ما شاء الله تبارك الله. 99 طيب؟ أيوه فرحان؟ كيف ما في فرحان؟ كثيرين يشوفون في كومنتات يا أمجد أنت أعتبر نفسك سفير السعودية في باكستان، مو إنه سفير، لا سفير، يعني إني قاعد أوريهم عادات وتقاليد والأكل وأشياء الثقافة، الثقافة السعودية، قاعد أوري للناس اللي في باكستان وكذا. عشان كذا اليوم إن شاء الله يا أبويا نعم هنسوي كبسة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله كثيرين كبسة زي العرب يعني، ها؟ بالضبط بالملي كبسة سعودية مع الدجاج يعني، ها؟ الدجاج يا حبيبي. كل عام والسعودية بألف خير، الله يديم الأمن وأمان يا رب. قولوا آمين يا جماعة، قولوا آمين يا أبويا. آمين يا رب. الله يديم الأمن وأمان على الجميع بلدان المسلمين، قولوا آمين يا جماعة. آمين يا رب. آمين آمين والله يحفظ السعودية وباكستان وكل البلدان المسلمين، قولوا آمين يا جماعة. آمين. ترى هذا الاحتفال، هذا الفرحة، والله أنا احنا نفرح اكثر منكم. ليش؟ لانه يا اخي مو انه نولد هناك، لا لا لا، حتى الناس اللي ما هي مولوده هناك تفرح ان اليوم هو يوم الوطن السعودي وكذا. فترى والله نحبكم. اي والله احنا زي ما نقول اخوان سوا سوا. فابويا كلهم سلام كثير، ابويا قول لهم حطوا لايك قبل ما تشوف هذا المقطع. ايوه حطوا لايك يا ولد، يا اخوان، يا بنات، يا شيبه زي انا، يا شباب، اسمع كلام الشيبة، حط رايك، اسمع كلام ان شاء الله. ان شاء الله ما يقصر يا ولدي. سوي اشتراك، سوي اشتراك، ها؟ ان شاء الله. كمان نقول لهم سوي نشر. ايش؟ سوي نشر، سوي نشر كمان. كل مكان، كل مكان يا اولاد، يا شباب، يا بنات، كلهم اسمع كلام. الله يعطيك العافيه ان شاء الله، كلهم مسلمين انتم كمان. فضلا وليس امرا، لا تحسب انه جاي اقول لك سوي بس، لا لا، فضلا وليس امرا. جزاك الله خير. خلاص انا ما انا زعلان منك، شيل البركه و كيرينو امشي كمان. انا بكمل الحاجه. ها؟ انا كيف اسمع كلام كمان يا ولدي. شوف يا جماعه، شوف عرب، شوف وين. ايوه دقيقة. ما شاء الله. كيف بس؟ حق هنا ما يشوف. اوه حق كمان. شوف كمان شيف، شوف. شوف شوف هنا كمان. هذا بالسعودية. لا خلي واحد معك يا ولدي. لا انا ابغى هذاك، انت شيل هذا. لا اللي موجود احسن. خلاص خلاص انا عندي سيفان ونخله. مع السلامه. يلا ودي امشي. اوكي ولدي. كبسه. اي كبسه. طيب مرحبا ولدي. حاضر حاضر. كبسه بعدين ما يزعلوا. ها؟ لا لا كبسه سوي حلو كمان، اللي كلهم جيراننا كلهم شوفوا الكبسه بعدين الكلام، لازم كبسه كل مره. خلاص صحيح. بعدين غلق يا رب دجاج ممكن يجي ثاني كمان. كمان راح تخلي الجيران يجربوا الكبسه لاول مره. من جد عاد انشر الثقافه في كل مكان. سوي لايك. أبويا نعم يا ابوي. ايش اجيب الحين؟ جيب هذا اللي طماطم وبصل بهارات وكذا. ايوه وجيب كمان لحم دجاج. ايوه دجاج. بسم الله. بس والله ابويا صرت دب انا الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل هذا ثوم بهارات واشياء. كويس جزاك الله خير. جيب ما شوي صغير شوي قماش ولدي. الحمد لله. هات يا ولدي هات. ابويا نعم يا ابوي نعم. تسوي بطريقتك ولا بطريقتي انا؟ لا على طريقتي انت ايش عارف المرة دي. خلاص انت شوف مرة بعدين انت سوي نفسك. يلا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. لم تزبطوا معنا. شوف دحين شوف. اوه ما ولعت. شوف ولع الغاز. شوف ولع الغاز. هذا اللي مويه. شوف زي كذا كيف مويه حار. بس جبنا مويه حار كمان لانه نبغى نكون اسرع ما يكون. زي كذا شوف. كثير ولا قليل؟ لا لا كفي كفي دهنج. كفي هذا؟ ايوه كفي يا ولدي عشان يجي رز. اها دجاج عشان يصير بسرعة. ايوه ان شاء الله. خلي 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 حار. خلي سكر سكر. امسك من القماش يا ولدي. باكستاني. شوف دهين هذا بصل وطماطم وفلفل اخضر شوية فلفل احمر مطحون. مطحون كل شيء. شوف وابوي هذاك هذا فلفل اسود. ايوه كمون كمان. شوف دحين مع طماطم ملح ثوم كل شيء كل شيء حطه سوا. شوف شوف دحين شفته. الله اكبر. ثوم ثوم مع زنجبيل شوية. طيب. عارف ثوم مع زنجبيل. ايوه كم ده ثوم كم؟
هذا شو يا أخي واحد حزمة هذا اللي حبه. طيب يجي هات القطع خلي زي 5 دقائق. 5 دقائق؟ أيوة ممكن 15 دقائق بعدين نحط اللحم دجاج. يلا أنا جاي لكم بعد 5 دقائق. دقائق الحين إيش سوي أبويا؟ الحين جيب اللحم يا ولد. لحم؟ أيوة. الدجاج. الدجاج. جيب اللحم بس. الحين شوف يلا ولدي شاطر حرك. بسم الله الرحمن الرحيم. جيب اللحم يا ولد جزاك الله. كم كيلو ذا أبويا؟ هذا زي 3 كيلو كذا. 3 كيلو؟ إيه. ده كيلوين رز وثلاثة كيلو لحم. أكثر. عشان تصير الكبسة 100% وردي. 100-200 إن شاء الله أبوي. إن شاء الله. جيران بعدين ما الكلام هذا كبسة حق سعودي حق الخليج. إن شاء الله. جيب شوية مويه وردي. مويه؟ ما نقص الجدار في السعودية. قبل شوي بس مع هذه المغسلة البسيطة إلين ما نكمل فوق إن شاء الله. أوبا أوبا أوبا. طيب أبويا بعد ما حطينا الدجاج وكل شيء خلي زي ربع ساعة. إيه. بعدين حط رز. ده كم كيلو؟ إيش ما رز ما قدر ولا ما رز. كله. رز الدجاج. كله. ما قدر. إيه. ما دفور كمان ولا. كل شيء. هذا وزن حقه زي بركة قد كده نحيف هي؟ بركة ايش انت عارف لما دافور ورز اوه ناس حسب انه احنا قطعنا بركة وكذا. لا لا بركة موجود اللي في العيد. ايه والله الى الان ناس حسب انه قطعنا بركة ومدري ايش بركة قلبي هذا ممكن هذا ديك كوريلا سيارة انا ما يبي بركة كوريلا ايه ايش ما لا تحبه؟ لا كامري 2020 كمان. ايه خلاص ولدي نحط الزيت ها؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا زيت. دحين نحط الرز ها؟ رز بعد رز. بنسبتي. يعني رز كذا. كم كيلو ذا ابو رز؟ هذا كيلوين ولدي. كيلوين. طيب الحين ابويا خلاص نسكر. مسكر؟ ايوه. كم دقيقة؟ 10 دقائق. كيف وقتك انا؟ ها ابويا خلاص؟ ها ولدي خلاص الحمد لله شوف خلص شوف الله اكبر كبسة يا حبيبي. ايوه خلاص بالعافية على هنا ان شاء الله. يلا نعبي الجيران. أبويا؟ نعم. أنا رايح طيب؟ طيب برو. طيب. الباب مفتوح. جني ولا ايش؟ ما في احد. هاد ينفتح بنفسه ويتقفل بنفسه. في ايه؟ طيب هذول مو موجودين نروح هنا. انكل! اخيرا في احد فتح. جي. تازي برتنا بس كرتين. يساري ليل. هاي يساري ليل. ما عندنا غير هذول الجيران واحد واثنين بس لا باقي ما خلص لازم نضبط هذا الطريق لازم ان شاء الله باذن الله كله حر والله حر والله الجو غريب هنا في الظهر حر في الصباح وفي الليل برد اي والله برد والمويه تكون بارده السين بس هاي اعطيته ما ادري ما في احد شكريا منا بھائی کدھر ہیں منا قاری کے گھر میں ہیں ہاں بھی ابھی آیا جمعہ پڑھ کے آیا اچھا بویا ما فی حد انت بتا کب سے ہے بھائی ما رحیم
اجيب سلطة طبيعية بس. لا تجيب سفرة. سفرة. ما في شطة عندك؟ ما عندي. لازم تلبس باس عشان احسن زيادة. شطة ان شاء الله بجيب. بروح اسلام اباد بجيب. كله من البلد. كله انا اللي هذا. من المليان. طلق؟ شو يا رجال عندي ما ابغى رطوط. لا ما ابغى. كاني هو ترى. رطوط. باي. شاور غثة؟ بيارين بوت اتشي مية مية؟ مدر فير مية ابو ازغة جي سيئ كيران حبيبتي هاي كيران هاي كيران يا ريل ما تسمع تغلى تتغلى طيب اصبري بس اوه طه طه لا حول ولا قوة الا بالله شايفين الجو كيف؟ معي العلم روح فوق وبعلق ان شاء الله رياح حبيبي رياح هو قوي شيخ طبعا معي الدرون هذا هو بالعلم وصلت الحمد لله يلا نعلقه وقف يا هو شبو ايوه تمام جاني علي قال لي بصور مع العلم هو كمان كان في السعوديه بس 9 شهور وقضى هناك 9 شهور بس حبها تعرفت يا زي والله اي لاف سعودي اي لاف باكستان شفت القسم انت والله كده سلا يا رجل انا سعودي سے لے کے آیا تھا فوٹو بھی ایک لائن میں ویڈیو بس ٹھیک ہے یلا حاضر تحت الحين يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سلام يا بسم الله جاي جاي غني طب يا جماعه احنا وصلنا هذا المقطع شكرا لكم جزاكم الله خير عندكم شفتوا هذا المقطع صراحة هذا المقطع يعني قريب من قلبي والله يعني كذا في شيء يعني إيش أقول فيه مشاعر فيه أشياء حلوة كذا في قلبي يعني وأنا مرة فرحان وأنا قاعد أصور هذا المقطع ليش بعطي للجيران كمان أخليهم يجربوا الكبسة يعني تحس كذا شعور يا أخي والله ما أقدر أوصف والله ما غير أقول إنه الله يديمنا مع يا رب وصار كلنا إخوان باكستان السعود أي كلنا مسلمين إخوان بس نفرح مرة كثير لأنه فيها مكة والمدينة فهذا يعني عاصمة المسلمين كلها يعني كيف ما نحتفل فالحمد لله يا رب لك الحمد هذا كان فيديو بسيط باحتفال أو نقدر نقول إنه فرحة أو نقدر نقول إنه قاعد أنشر الثقافة والأكل أو والله إنه هنا أبويا ما مزح يمكن حتى كمان تعرف انا يحترموني اكثر ليش لاني انا من مواليد مكه المكرمه والله انه يحترموني مره كثير يعني هم اكثرهم يعرفوا ان انا من مواليد مكه المكرمه فالله السلام عليكم كيفك يعني يحترمون اكثر حتى كبير وصغير ليش لاني مواليد مكه المكرمه فشفت كيف يعني يحبون والله انه يحبون فانا كيف ما افرح ان انا من مواليدها وولدت في مكه وكذا كيف ما افرح والله انك تحس كذا فخر يعني ما شاء الله تبارك الله الحمد لله اني انولدت في مكه والله هذا يعني نقدر نقول نعمة والله نعمة أي واحد من وادي مكة تكتب لي تحت في الكومنت وأنا انولدت في مستشفى جنب الحرم يا ولد إيش تبغى أكثر من ده هذا مش حتى بلادنا نحن قلب فرحان مرة عمري قال لك بلادهم يا ولدي هذا كنت قد إيه إيش كل مسلم هذا بلادهم إيش يعني مكة ومكة مكرمة مدينة منورة غير هذا إيش هذا الشيء كل مسلمين ابغى اروح هناك مكه مكان مكرمه مدينه منوره انتم في نعمه والله انكم في نعمه قريب منكم والمدينه قريب منكم يعني ايش تبغوا اكثر من ذا ايش تبغوا اكثر من ذا ناس
ناس يجمعون طول عمرهم عشان يجون مكة جديدة عشان يسوون عمرة ويسوون زيارة. فأحمد ربكم يا جماعة، لايك شير سبسكرايب ولدي كمان في جرس. يا شباب يا اخوان يا بنات يا شيبة زي انا كمان اسمع كلامي، نشر الليل كل مكان كل شيء كل شيء. اوكي ولدي يا دقيقة. روحي وما ملكت يداي فداه، وطني الحبيب وهل أحب سواه، وطني الذي قد عشت تحت سمائه، وهو الذي قد عشت فوق ثراه.